السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا كمان نشوف كتاب العربي تانية ابتدائي من الأستاذ الترم الثاني ونشوف من جوه عمل ايه. اهو كده أول حاجة ان هو جايب لي كلمات بحركة الفتح والكسر، وكاتب يعني ده جزء للقراءة والإملاء للأطفال، وكاتب يعني تمارين بقى على السكون، المد بالواو، التنوين بالضم، والتنوين بالفتح. والكتاب جامد جدا اهو، عامل تمارين. دخلنا في الموضوع الاول، طبعا دي المعاني، سؤال واجابه، والتمارين بتاعه كتاب الاستاذات. طبعا الكتاب كبير جدا، تانية ابتدائي، مش محتاج مع اي حاجه، عليا النعمه هو لوحده كافي. كمية التمارين بتاعته مليان 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 الى ابعد حد. كمان الكتاب كبير قوي، مليان تمارين، مش محتاج معاه اي حاجه. كتاب معدي 300 ورقه، معدي 300 ورقه تانيه ابتدائي اهو. كميه تمارين كتير قوي، كميه تمارين على الاساليب والتركيب كتير قوي. في الاخر كمان جايب لي جزء للتقييمات والاختبارات اهو، وجايب لي الاجابات كمان في النهايه. الكتاب حوالي 350 ورقه، عامل 130 جنيه. الاستاذ عربي تانية ابتدائي، كبير كبير جدا يعني.